الفساد يضرب انتخابات إثيوبيا، مناورة أبي أحمد للسيطرة على الأقاليم المناهضة له. فساد كبير يحيط بالانتخابات الإثيوبية، حيث يحاول النظام الإثيوبي بكل ما أوتي من قوة السيطرة على الانتخابات وإحكام قبضته على كل الأقاليم والولايات المعارضة له. وفي إطار هذا الفساد، أعلنت إثيوبيا تأجيل الانتخابات في ولايتين إقليميتين، وذلك بسبب ما وصفته بمخالفات ومشكلات في طبع أوراق التصويت. وفي هذا الصدد، قالت بيرتوكان ميديقسا رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية إن التصويت في إقليمي هرر وصومالي سيجرى في 6 سبتمبر المقبل، وأضافت في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أديس أبابا: ستجرى جولة ثانية للانتخابات في بعض الدوائر يوم 6 سبتمبر، كما لن يجرى التصويت أيضا في إقليم تيجيراي الشمالية الذي يمزقه الصراع ويعاني مئات الآلاف فيه من المجاعة، ولم يتحدد موعد جديد للتصويت في الإقليم. ويرى خبراء ومحللون أن كل محاولات رئيس الوزراء الإثيوبي يهدف منها البقاء في السلطة بالرغم من الرفض الكبير له في عدة ولايات، خاصة الولايات الشمالية. وتنظم ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان انتخابات عامة في 21 يونيو، يسعى خلالها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي جاء إلى السلطة عام 2018 متعهدا بالانفصال عن الماضي الاستبدادي للحصول على ولاية جديدة، لكن سمعة حامل نوبل للسلام تلطخت بعد شنه حملة عسكرية في منطقة تيجيراي، حيث حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن عشرات آلاف الأطفال فيها يواجهون خطر الموت جوعاً. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الظروف التي تسبق الانتخابات الإثيوبية، قائلة إن العنف العرقي واحتجاز شخصيات معارضة يتوقع أن يثير الشكوك بشأن مصداقيتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال البيئة التي ستجرى في ظلها هذه الانتخابات، وأضاف أن احتجاز سياسيين معارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والأنشطة الحزبية من قبل حكومات محلية وإقليمية والعديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا كلها تشكل عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة، وما إذا كان الإثيوبيون سيعتبرونها ذات مصداقية. ولفت إلى أن استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب قضايا أمنية والنزوح الداخلي أمر مثير للقلق بشكل خاص. وأعربت الولايات الإثيوبية عن نفاد صبرها من أبي وطريقة تعامله مع النزاع العسكري في تيجيراي الذي بدأ في تشرين الثاني انتقاما لهجمات ضد الجيش الإثيوبي، اتهمت الحكومة الحزب الحاكم المحلي في المنطقة بشنها. وتنظم إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين منهم 37 مليون و400 ألف يملكون حق التصويت انتخابات وطنية وإقليمية في غضون أسبوعين، مما قد يؤدي لأول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في إثيوبيا أغسطس 2020، لكن رئيس الوزراء أبي أحمد أرجأها بسبب جائحة كوفيد-19.